تفضل 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 تحياتي تبارك الله عليكم. المغاربه كاملين ماشي غير المحبين ديال المنتخب، تبارك الله على المغاربه تحياتي وديما ديما الرايه الحمراء. تبارك الله عليكم تحياتي لكم. بزاف وهذاك الشيء اللي غنهضر عليه، هذاك التعامل اللي غنهضر. إذن أهلا وسهلا متتبعي قناة شوف تيفي قناة الشعب في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة تطوان. بطبيعة الحال فمن خلال هذا المباشر نستضيف مشجع ديال المنتخب الوطني محمد الشرفي اللي سافر لإسبانيا باش يتابع الماتش ديال المغرب ضد البيرو. وبطبيعة الحال فخلال هذا الماتش فهو رفع واحد الشعار اللي كيحمل عبارة لا للعنصرية. وبطبيعة الحال فالصحافة الإسبانية فهي جات خصيصا الملعب المقابله كتبحث عليه باش يتكلم على العنصريه، واكيد فهو يعني لا مكان للعنصريه ماشي غير بين المغاربه والاسبان، لا مكان للعنصريه بين الانسانيه جمع. فالكل يستنكر العنصريه ويستنكر التصرف اللي قام به احد الشباب المراهق اللي عنده 18 سنه بسبب وجبه السحور. وطبيعه الحال فشنا يعني الرد والتصريح ديال وليد الركراكي اللي كان في المستوى وقال بان هذا الولد فهو مرحب به ضمن البعثه ديال المنتخب الوطني المغربي. فاحنا كنعذروه فهو مراهق في مقتبل العمر وطبيعه الحال فكينتظروا مستقبل، فهو اذا ما كانش كيعرف الاسلام وما كانش كيعرف المغاربه وما كانش كيعرف العادات والتقاليد رمضان، فهو مرحب به بالبعثه ديال المنتخب الوطني المغربي باش يعرف شكون هما المغاربه وشنو كيمثل رمضان للمسلمين وكذلك العادات والتقاليد ديال المسلمين خلال شهر رمضان المعد. محمد الشرفي مرحبا بك، احكي لنا على الرحله ديالك من هنا من المغرب الى اسبانيا وشنو عانيتي باش انك يعني تفرج هذه المقابله والعوده ديالك للاراضي المغربيه بتطوان. السلام عليكم. اولا قبل كل شيء رمضان مبارك على جميع الامه الاسلاميه والعربيه. الحمد لله بعد مقابلة البرازيل ضد منتخب مغربي في طنجة والحمد لله جبرنا الرحال إلى مدينة مدريد لتشجيع الفريق الوطني. كانت واحد الرحلة شقة، أنت كتعرف الحال يعني كاين رمضان كاين الصوم كاين التعب كاين يعني المطار خصك تكون قبل واحد جوج ولا ثلاثة السوايع باش تسافر يعني باش حتى تحجز المكان ديالك يعني خصك تكون قبل. الحمد لله كانت واحد الرحلة شقة، رغم ذلك كنتمناو خير إن شاء الله وحنا دائما مع المنتخب المغربي في السراء والضراء. السراء والضراء كانت رحله شقه، لكن الحمد لله مع احنا جنود مع المنتخب المغربي جنود المدرجات يعني في الملعب، نعطي طاقه للاعبين نشجع من قلوبنا. شكرا للمغاربه بعد على حسن الترحيب، شكرا للجاليه المغربيه المقيمه بمدريد، شكرا للجاليه المغربيه كلها في اوروبا. الحمد لله رايت جميع الجاليه حضرت هنا، لا من بلجيكا ولا من فرنسا ولا من هولندا ولا من انحاء يعني اوروبا كلها من المانيا. الحمد لله كان واحد التشجيع جميل جدا. سمعنا ان المنتخب المغربي تعرض للتنمر يعني الاسلام ديالنا، الحمد لله محشب اسباني. نقول رسالة لهذا الشاب كما كتبت في الرسالة، نوع الراسيزم باللغة ديالو، لا للعنصرية، نعم للروح الرياضية. احنا مع جارة الإسبان عندنا علاقة طيبة رغم كل شيء. نقول له أتوا
ان ياتي منتخبك الى المغرب وتشوف المغاربه كيفاش غيرحبوا به كما شاهدتم. جات ريال مدريد، جات برشلونه، جات اتلتيك مدريد، كان ترحيب جميل جدا من الجماهير المغربيه وبشهاده لابورتا اللي جا كان جا لهنايا وشهاده بيريد وشهاده رئيس ديال اتلتيك مدريد. كانت واحد استقبال الحمد لله ما عملناوش كما عملنا. هذا الشاب هذا يجي للمغرب ويجي نعطيو احنا واحد الدرس، يشوف الاستقبال، يقول انا اسباني وانا هو اللي عملت الفعل هذه، ويشوف الاستقبال اللي غنستقبلوا به ونوريه الدين ديالنا، دين التسامح، دين التعايش، دين المحبه، ودين يعني كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كده، ان الله يدعو الى دار السلام. ونقول الاسلام ديالنا ربما اذا جلس معنا ربما في ظرف وجيز يشاهد ان شاء الله، يقول الاسلام هذا هو الدين اللي كنت كنبحث عليه. وتعالى بالنسبه لمقابلات المغرب، وحتى نشكر يعني الصحافة الإسبانية، جات بعد للملعب وجات حتى للملعب اللي كنا فيه، ولا في بعثة المنتخب اللي كانت في الفندق، جاو كيتسائلوا معنا على هذه القضية ديال، حتى حنا قلنا لهم نور راسيسمو مارويكوس إسبانيا إرمانوس تودوس إرمانوس، يعني كتجمعنا واحد العلاقة طيبة في كرة القدم. كما تشاهدين يعني المغرب يعني كيتبعوا كرة الإسبانية، وكما أنا موجود في مدينة تطوان نحن نلعب تيكي تاكا اللي كانت كتلعبها في برشلونة، وتحياتي للجمال. بالنسبة للمقابلة، المقابلة كانت صعيبة، ما نقولوش هي لأن المقابلة ديال البرازيل دابا كل شيء يبقى يضرب لك ألف حساب، لأن غلبتي بطل العالم خمسة مرات وهو الأول يعني مصنف عالميا، كل شيء غيجي يلعب معك مشدود. نشكر كتيبة الركراكي لأنه قام بواحد المقابلة جد جميلة جدا، وكما شاهدتم يعني بيرو ما جاوش يلعبوا معك كرة مفتوحة، جاو مشدودين رغم كاين اللعابة. نشكر اللعابة، واحد الرسالة للعابة بالشفاء العاجل لأوناحي وحاريت وتيسو داليل وبزاف اللعابة، كان يعني كنتمناو لهم الشفاء العاجل باش يرجعوا للميادين. وحتى اللاعب مسكين نذكروه حتى هو اللي قالوا راه فاق من غيبه، وفاق من غيبه بشحال هذه، كنبغي ندعو مع اللاعب النوري موجود في هولندا، لاعب اجاكس، نرجو من المغاربه ان يدعو معه بالشفاء العاجل. مقابله كانت صعيبه، نرجعوا للمقابله، مقابله غير ما 0-0، كان بعض الجماهير تتساءل معي لماذا 0-0؟ لا الجماهير 0-0 يا اخي، لا تنسى ان اي منتخب دابا سيلعب معك غيلعب معك يعني في الوراء، لا يلعب مع كرة القدم، لأن المنتخب المغربي منتخب قوي كما قلنا في الأول قبل ما يطلعوا المونديال ولا في المونديال ولا حاليا، لأن جو يلعبوا معاك باش يدوا نقطة واحدة، لأن علاش حتى هي رغم هي مقابلة حبية لكن في الفيفا كتكلف بها، لأن جو يلعبوا معاك. وزيادة والد الركراكي غيط من يعني من الخطة، لعب بزياش في وسط الميدان، ما لعبوش على الأجنحة، وناحي ما كاينش، حكيمي، بوفال دخل حتى الشوط الثاني رغم خرج بالحمراء، يعني كانت مقابلة صعيبة، ونتمنى إن شاء الله المقابلة القادمة إن شاء الله يكون فيها ويكونوا اللعابة واجدين، وإن شاء الله غيكون عندنا منتخب قوي. وكنتمنى والد الركراكي يشارك ديك اللعابة اللي جابوا جدادين مثلا بحال شادي وهذه، وهذا فيه خير، هو الركراكي عارف اش كيعمل، حنا غير بعض الرأي ديال الجمهور وصافي. وتحياتي للوالد الركراكي، كنشكرهم هذا المنبر هذا، وكنقول بعض الجماهير كيبدا يتسألوا على الغلاء، ولا حنا لا علاقة لنا بالغلاء ولا بشحال، انتوما كتهضروا كتبعوا المنتخب، اخي هذيك خليها للناس الاقتصاد، حنا تابعين الرياضة من الصغر ديالنا، وديما مغرب. وتحياتي لكم وتحياتي لشوف تي في. شكون هي الصحافة الإسبانية اللي جات وصورت معك؟ شمن لافتة؟ شمن كنت كتحمل في ذاك اللافتة؟ وفين كتبتيها؟ هضرنا شوية على القصة ديال اللافتة، كيفاش جاتك الفكرة أنك تكتبها وفين كتبتيها؟ أولا قبل كل شيء اللافتة كتبتها في وسط المطار بن بطوطة في طنجة،
يعني كان معايا ستيلو وكذا، هذه كانت معايا الورقه، وكتبت النور سيسمو، وكتبنا بمطار طنجه يعني بمطار بن بطوطه، وكملنا لا في مطار باراكاس في اسبانيا. اللافته كانت جميله جدا، حتى الصحافه الاسبانيه يعني قالت رساله هذه اللي بغيناها. اما بالنسبه لشكون هي الصحافه، كانت معنا الصحافه انتيناتريس هي اللي عملت معنا واحد الحوار يعني على هذا، رغم انا نقصت شي حاجه في الاسبانيه، كان واحد علاء هو اللي عمل معاهم كذا، هذه هضر على لا للعنصريه، نعم هذا قال اللي بغى يجي يشوف الاسلام ويتعرف على الاسلام مرحبا به، والحمد لله عطاهم درس، عطاهم درس يعني يعني في الاخلاق وشنو هو الاسلام وشنو هو رمضان. يعني رمضان قبل ما يكون عندنا حنايا الدين ديالنا هو الاسلام، عندنا حنايا رمضان الحمد لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا، والحمد لله حنا كنحسوا بواحد الاجواء رائعه رغم رمضان وكذا. تشوف حنا صبرنا مشينا صايمين وجينا صايمين، الحمد لله رمضان كنحسوا باجواء رائعه والحمد لله. شكرا لله سبحانه وتعالى. قال ومن لم يشكر الله لا يشكر الناس. شكرا لله سبحانه وتعالى لاتانا بهذا الدين هذا وصلينا. شكرا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي جانا بهذا الدين هذا. حنا جينا صبرنا واجد، الناس راه تعبت عليه باش وصلينا، والحمد لله حنا كمسلمين عندنا دين التسامع مع اي، كما قلت لك مره الاولى ان الله يدعو الى دار السلام، لان كما قال محمد صلى الله عليه وسلم، راه محمد صلى الله عليه وسلم كان كيمشي وكان كيضربوها وكيقول اللهم اهدي قومي انهم لا يعلمون، والحمد لله هادشي اللي كاين. محمد واش ما حسيتيش بنفس الاحساس وانت كتسمع يعني التنمر اللي كان وقع عليك وذاك العنصريه، واش ملي سمعتي الخبر بان واحد من يعني معمل الفنادق ما تعاملش مزيان وكتب عبارات عنصريه، واش ما جاكش داك الاحساس اللي كنتي حسيتي به؟ لا ضروري يجيك الاحساس، هذا الدين ديالنا، احنا لن نرضى ان واحد يمسي ديننا. يقدر يمسني انا، نقدر نسامحه ولا شي حاجه، لكن الدين راه شي حاجه صعيبه. هو قدوتنا، لان فهمتينا كما كنقولوا القران ودستورنا، والله الله غايتنا، والقران ودستورنا، محمد صلى الله عليه وسلم غايتنا، فهمتيني. راه ماشي احنا الاسلام ديالنا راه عندنا على غيره، راه احنا مسلمين. كيعقل ما نبغيوش لو حبة شعرة ولا حبة من رملة تمس الدين ديالنا، لان عرفتي علاش باقي تنمر عليا انا كبشر. قدرنا نعفو عليه ولا شي حاجه، بحق الدين راه صعيب، هذا كيمسك بواحد شي حاجه. انا ما مسلوش الدين ديالو، رغم الدين ديالو هو على باطل، انا ما مسلوش الدين ديالو، فهمتي. كيبقى الراي ديالو، ولكن لا يجي المغرب ونزيدوا الثقافه ونعطيو الحضار ونعطيو الحريره والشباكيه والتمر، وشوف الثقافه ديال المغاربه والمسلمين، يجي يقول انا هو اللي قلت، يرفع الاسم ديال انا هو اللي تنمرت على المنتخب ديالكم، وانتم كتستقبلوها، والله تستقبلوها باحسن استقبال، وربما زمانه جوج ثلاثه شهر يكون رجع مسلم، يكون شهاد. بالنسبه للكاس افريقيا، واش كتشوف بان المغرب قادر يعني بهذا الشكل يعني انه يفوز بالكاس الافريقيا ديال كوتيفوار؟ انا كنتمنى مواليد الكراكي باش يزيد يفرح المغاربه، خصنا كاس افريقيا. راه من 76 ما تشوفناها صاحبي، راه صعيبه صاحبي. هذا تشوف كاس رساله اللي كان السير الكراكي كتشوف هي كما انا ما نقولوش راس لابوكا، انا ولد بلادي، انا كنبغيك وكنبغي الاب ديالك سي محمد الكراكي والاخوان ديالك، لا البنات ولا الاخوان تبارك الله عليهم. سي والد راه الاب ديالك يشكرك وجلسنا معاه وتبارك الله عليك. بغينا كاس افريقيا صراحه، كاس افريقيا هذا هو اللي نقصنا في الخزينه ديالنا، وان شاء الله ما بغيتو ان شاء الله جوج كاس افريقيا، ماشي حتى واحد. عندنا الاولى وغير الثنائيه والثالثه، الاولى ان شاء الله في كوت ديفوار، والثالثه وذا تنظم في المغرب ان شاء الله، هكون من نصيب المغاربه وهكونوا مربعتيتهم، واحده ب 2000 يعني في 2004 واخرى في 2005. جائزة 2024 واخرى 2025. جائزة التميز اللي عطاها الكاف الملك ديالنا الامام محمد السادس. انا كتبت رسالة في مدينة طنجة، اود اشكر صاحب الرياضي الاول، صاحب الجلالة، على ما قدمه لكرة القدم وما قدمه للرياضة بصفة عامة في المغرب وبصفة عامة في افريقيا.
راه ماشي عطا غير المغرب، والحمد لله باش تاخذ انت جائزة التميز وراه ماشي سهلة، وقدموا الكاف. شكرا للكاف، شكرا لصاحب الجلالة على هذا الإنجاز اللي حققوه. الحمد لله احنا جيل سعداء أن يكون الرياضي الأول أخذ هذا الجزاء، يعني هذه الجائزة. وتحياتي له، تبارك الله عليك، وديما مغرب والشفاء العاجل، وحنا معاه في الدروس الحسنية إن شاء الله. الملف المشترك ما هذه كنت غنمشي بهاد اللافيته من هنا من المغرب، كنت غنعمل يعني كاس العالم ورايه ديال اسبانيا ورايه ديال المغرب ورايه ديال البرتغال. واذا تحقق هذا سيجمع بين القارتين، قاره افريقيا وقاره اوروبا، يجمع بين قاره العجوز، ويكون واحد احسن مونديال سيجمع بين القارتين افريقيا واوروبا. العالم 2030 واش المنتخب غادي يكون جاهز اذا دخل للمغرب؟ واش غادي يقدر يخرج ولا المغرب يقدر يفوز؟ والحمد لله دابا انت كتشوف عندنا منتخب قوي، ماشي كنقولوا حتى الدراري الكتيبات الوالد الركراكي كلهم باقي شبان، يعني اللي كبير يقدر يكون عنده 25 23 22، الحمد لله غيكونوا باقي واجدين. وتحياتي لهم، تبارك الله عليهم. 2030 ان شاء الله، ولما لا، راه باقي لائحه طويله، باقي يعطي العاطي. وتبارك الله المغاربه دائما الحمد لله غيكون عندهم شان لا في 2030 ولا في المونديال اللي كاين 2026 في امريكا. رسالة أود أن أشكر الجماهير المغربية كاملة اللي كتكون معايا، وتحياتي لهم وتبارك الله عليكم. راكم معكم محمد شرفي، مواطن مغربي بسيط، يعني بسيط الحياة الحمد لله، ما تشوش من الوجه ديالو، ديما الضحكة، ديما من الابتسامة الجميلة. وتبارك الله عليكم، تحياتي لكم، ورمضان مبارك، ونحبكم في الله. وهذه هي الرسالة ديالي المغاربة كاملين. واللي بغى يقول شي حاجة كنقول، بعض الناس باقي كتنمروا لي، الله يهديكم تبارك الله، انا راه كنبغيكم رغم التنمر. ما كتعرفش محمد شرفي شخصيا، خصك تجلس معاه وتعاشر معاه كما المراسل ديال شوف تي في هو معايا، عرف محمد التطواني كان كيعرفو عن بعد ودابا كيعرفو عن قرب. وتبارك الله عليه، وانت خصك تقول كلمه ونقرب عليك وتقول كلمه فيها، ومن بعد نواصل معاك الكلام. قول كلمه فيها، كيفاش وصلتي معايا اول مره وكيفاش؟ بالنسبه لي الشهاده اللي غادي نقول في محمد الشرفي، انني اول مره يعني مني اتصلت به من بعد، يعني اول حاجه تواصلت مع الاخوان ديالو اللي كاينين هنا على مستوى سوق جديد، وطبيعه الحال فما بخلوش عليا، وطبيعه الحال فهما كانوا متضمرين جدا من التنمر اللي كان تعرض له في قطر خصوصا، وكانوا كيخافوا ان الخبر يوصل للام ديالهم. وبطبيعه الحال فهو من يرجع من قطر، يعني مجرد الاتصال به فهو لبى النداء، وصورنا مع احنا ومجموعه ديال الزملاء، وجدته شخص بسيط عادي، يعني جميع الرحلات ديالو فهو كيتنقل ليله يعني بالمال ديالو الخاص، يعني واخا كاين بزاف ديال الناس كيقولوا الشرفي انه كاين الناس اللي كيعاونوه، لا، السيد برزقه الحمد لله من يفتح عينه هو خدام، ولحدود الان فهو خدام على راسه. ونتمنوا له كل التوفيق ان شاء الله، وكنتمنوا كذلك التوفيق للابن ديالو رايان. بأسرة، والحمد لله كما قال المراسل شوف تي في الحمد لله السي البشير، الحمد لله أب صوت باش وش النظرة، يعني الحمد لله مميز، الحمد لله داكشي من عند الله، والقبول ما كيجيش هكا، القبول كيجي الإنسان الحمد لله. أنا قد أخطئ، قد أصيب، لكن الحمد لله أب أسرة، عندي ثلاثة أربعة الأولاد، ثلاثة البنات وواحد الوليد، سيرايا اللي معروف كيكون معايا في المدرجات، رغم ما كتشوفوش الأبناء البنات ديالي معايا، هذا مثقف ديالنا حنا كمسلمين. البنت ديالي الحمد لله كتداول الدراسة يعني في إلى حد الساعة في الماستر، هذا العام الأولي في الماستر، وعندي البنت ديالي ما كتقراش، وعندي وحدة هي كتقرا في الثالث. وتحياتي لكم، وتبارك الله على المغاربة، شكرا لكم، بارك الله فيكم، وأنا كنبغيكم بزاف. والإنسان
يعمل شغله وكيبدا يهضروا لي والخضره مات الخضره والغلا هذا كاين الناس بهم ولا المسائل ديال الكازويل هادشي الناس خاصين به. انا في مجال الرياضه وكنتكلم على الرياضه وبالفرنسيه موجو مادغوك لو سبور. انا احب الرياضه من الطفوله ودابا عاد كنت معاكم. دابا عاد نادى عليا السيد باش نلعب في مقابله في الشوده اللي عندنا هنايا باش نلعب واحد المقابله في 10 الليل. وتحياتكم والتوفيق ليكم وديما مغرب وراه كنبغيكم بزاف وكنحبكم. تحياتي لكم شكرا بزاف. اذا متسبق انا شفت بنت نتمنى ان نكون وفقنا في هذا البث المباشر اللي صادفنا فيه محمد الشرفي وتكلمنا يعني على الرحله ديالو نحو اسبانيا لحضور مقابله المغرب ضد البيرو. وبطبيعه الحال فهو يعني كسب واحد اللافته نو الراسيزم يعني لا للعنصريه من بعد الحادث اللي تعرض له المنتخب الوطني المغربي بالفندق ديال الاقامه ديالو من طرف احدى العاملين بالفندق من بعد ما يعني ما عجبوش الحال انه يخدمهم يعني في فتره ديال السحور. طبيعه الحال فالتدوينه اللي كان دارها في الانستغرام فهي دارت ضجه وبالتالي ف يعني دخلوا المغاربه اللي يعني من خلال التعليقات ديالهم. وبطبيعه الحال فتحولت القضيه الى راي عام وشنا التصريح ديال الوليد الركراكي اللي كان تصريح في المستوى وقال بان يمكن هذا الولد هذا باقي صغير باقي مراهق ما عرفش يعني الدين ديال الاسلام. وبالتالي فقال الوليد الركراكي مرحبا بك في البعثه ديال المنتخب الوطني باش تعرف على المغاربه وتعرف الثقافه ديالهم وتعرف الاسلام وتعرف شنو كيعني رمضان بالنسبه للمسلمين. حتى حنا كنرحبوا به زعما يقدر يكون هو ربما كيقولوا كما كيقول المثال ربما حضر ذرة نافعة. هذا يقدر يزيد ما يزيدنا الا في الاسلام ديالنا الا واحد ثقافة بشعر بها الجميع مزيانة لنا. هذا صعيب بقيت نمر شي واحد على الدين ديالنا باش نوضو حنايا باش نعرفوا على الدين ونقربوها لنا ودخل الاسلام. وكما كتشاهد الحمد لله انا ما كتشوف هذا رمضان بزاف الناس كيسلموا ومرحبا بهم الدين الاسلامي لان النبي صلى الله عليه وسلم الدين ماشي ديالنا حنا بوحديتنا لان إن الدين عند الله الإسلام كل شيء ماشي غير ديالنا. اللي بغى يجي مرحبا به إلا من آبى عندنا ما نعملوا له كما كيقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عندنا ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اللي بغى يجي لهذا الدين هذا مرحبا به. وهذا الشاب هذا كان صاد في وعوده كان كيسمعنا ولا بغى يترجموا له الناس ديالنا مغاربه الجاليه المغربيه مقبوله مرحبا به. وجي لعندي خصيصا انا نرحب به في مدينه تطوان وقريب ليلو ويجيو الحمد لله نكرموه ونبيتوه ونعطيوه هذا الشوب ونوريو له الدين ديالنا الاسلام. وتحياتي لكم تبارك الله عليكم باش يعرف الجميع ان دين الرحمه ماشي كنقول لا انا هذا الدين هذا اتى رحمه للناس رحمه للناس ما كنسمع الناس يدل على الناس كلهم ماشي للمسلمين رحمه للناس جميعا ان شاء الله. وتحياتي للناس وحنا نتي بفقهاء ولكن اللي كنعرفوا هو هذا. وتبارك الله عليكم وتحياتي لكم اسمعوا كنشكر الجاليه المغربيه اللي مقيمه بمدريد على الترحيب اللي رحبوا بيا رغم ما مشيت مع حتى شي واحد كنشكرهم بزاف. تحياتي لهم هنا غير ديك الترحيب في الملعب وديك الشيء هذاك وديك الاهاجيت وديك الشيء هذاك راه ماشي سهلة. رغم كاين الناس كنشكر واحد الشاب علاء تبارك الله عليه علاء يعني علاء بن سلام لان مسكين باق بالصباح بكري وجمعنا الملعب وتلقانا في المطار جمعنا الملعب ودلنا للبعثات. وكنشكر الوالد الركراكي اللي تفاعل معايا تبارك الله عليه. شكرا يا وليد شكرا لك يا وليد شكرا لك يا وليد وشكرا للاب ديالك محمد الركراكي. وان شاء الله غادي نزور الوالد ديالك ان شاء الله مره ثانيه وغنجيبوه معنا وغنصيفطوا لك ميساج ليك تحياتي لك تبارك الله عليك وشكرا بزاف. المتابعين الكرام الى هنا ننهي هذا البث المباشر والى بث اخر. دمتم في رعاية الله. رمضان كريم وكل عام وانتم بألف